من أجل تحسين القطاع التجاري ومساعدة الشباب العاطلين ودمجهم في القطاعات الاستثمارية، زارت وزيرة الصناعة والتجارة أشتا جبرين سي برفقة عدد من الفنيين بالوزارة مقر الوكالة الوطنية للاستثمار والصادرات، واستقبلت من قبل مدير الوكالة وعدد من العاملين في هذا القطاع. هذا وخلال 3 ساعات من اللقاء نوخش خلاله العديد من القضايا المتعلقة بتطوير القطاع التجاري. شخصاً قادم بصورة هم لنا بلين وصوباتهم كل شنو قدموا لنا وتوكاً قبلنا نشوف بكان لم في نلقوا هلا. أضافت الوزيرة أن الشباب هم الركيزة الأساسية في تطوير التجارة، طلبت في الوقت ذاته الشباب إلى إنشاء المشاريع الصغيرة. عشان نشوفوا إيانا مشوا قرر لكن جو ما عندهم ختيلة وعشان ذاك المشي الحصة كان يجو تسجلون ده أو كل يلقوا. من جانبه المدير العام للوكالة الوطنية للاستثمار والصادرات عثمان محمد نور عبر عن فرحته بالزيارة واصفا إياها بالإيجابية، وأوضح أن الوكالة تعاني العديد من المشاكل والصعوبات في الأوقات الماضية، إلا أن في الوقت الحاضر شهدت تقدما ملحوظا وهذا قد يسهم في تطوير القطاع الاستثماري في البلاد، علما بأن الزيارة سمحت للوزيرة بتفقد المكاتب الإدارية المختلفة والاستماع للشروحات المفصلة ومعرفة الصعوبات الإدارية في الوكالة الوطنية للاستثمار والصادرات.